الآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس، نعود فيها مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكما، ونتابع أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 22، الإسكندرية 28-18، مطروح 26-17، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 33-19، أما السويس 33-20، العريش 27-18، طابة 34-20، شرم الشيخ 34-26، والغردقة 36-25. ننتقل إلى الأقصر، الجو فيها شديد الحرارة، العظمى 41، الصغرى 27، أسوان 42-27، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 33-24، وأخيرا حلايب 32-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.